السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هاد الوصفة هادي تاع اليوم خاصة بواحد الزيت اللي كتمنع تساقط ديال الشعر وكتغذيه من الفروة ديالو، باش يبقى دائما شعر صحي. هاد الزيت هادي هي الزيت ديال البابونج، كيف ما كتشاهدوا هي زيت صحية وزيت طبيعية، كتحمي الشعر من التساقط ديالو من التضرر ديالو. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من تساقط ديال الشعر او اللي عندهم الشعر ديالهم متضرر بزاف، يمكن لهم يستعملوا هاد الزيت هادي، ما غاديش تكلفهم شي حاجة يعني الكثير، انما الفوائد ديالها كثيره بزاف. يمكن لكم احبائي الاعزاء تستعملوها بشكل يومي على الشعر ديالكم ولا على حتى الفروه ديال الشعر ديالكم، ومن بعد مرور 3 ايام يمكن لكم تغسلوا هذا الزيت هذه من الشعر ديالكم، غادي تشوفوا احبائي الاعزاء من الاستعمال يعني الاسبوع الاول ان الشعر ديالكم ما بقاش كيتساقط كيف ما كان كيتساقط باستعمال زيت البابونج. زيت البابونج متواجدة في جميع صيدلية ديال الأعشاب، هي مفيدة للشعر، وغادي تلقاو فيها واحد النشرة داخل العلبة ديالها اللي كتبين بأنها زيت مفيدة ومغذية بالنسبة للشعر ديالنا. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء اللي كيعاني من تساقط الشعر أو عنده الشعر متضرر بزاف، يمكن لي يستعمل زيت البابونج يوميا المدة ديال 3 أيام، ومن بعد توصلوا الشعر ديالكم وتستمروا على هذه الوصفة هذه حتى إن شاء الله تعالجوا مشكل التساقط نهائيا من الشعر ديالكم. كنتمنى منكم ايضا احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.